أثناء المشاركة والمرور في واحة البريمي سعدت أن ألتقي بأحد الإخوة المشاركين هنا. ليش اسمك كريم؟ منصور بن حمدان الشبلي. الأخ منصور، أريد إذا سمحت تعطيني نبذة عن هذه المشاركة التي تقدم هنا. هذه طال عمرك أول شيء المشاركة هي كثقافة للولاية. نعم. قبل لا تكون فايدة. جميل. جزاك الله خير. هي نعم. ما شاء الله. طبعا مشاركين بالعسل. بالعسل جميل. بالعسل. هذا وحدكم يعني. هي عسل التربية العماني. يا ما شاء الله. عسل التربية العماني. ممتاز. هذا عندنا عسل زهور صافي. ما شاء الله. هي نعم. عسل زهور صافي. قيمة هذه الغرشة 5 ريال عماني. ما شاء الله. جميل. الله يبارك. وعندنا هذا كذلك عسل زهور قيمة هذه الغرشة ريالين. جميل. هي نعم. وعندنا هذا عسل السمر. ما شاء الله. هي. طبعا العسل كله انتاج ولاية محضر. محضر ما شاء الله. جميل. العسل هذا عسل سمر انتاج السنة قيمة الغرشة 25 ريال عماني. ما شاء الله. الله يبارك. كذلك متوفر عندنا العسل بالشمع. ما شاء الله. جميل. نعم. عسل التربية بالشمع. ممتاز. وشوف عينه. الله يبارك لك. الكيلو ب30 ريال. الحمد لله. نعم. الله يوفقك. آمين جميعا. جزاك الله خير. آمين إن شاء الله. ما أبرز المكتسبات التي وجدتها من خلال تجربتك في تربية العسل؟ والله هي كثير أمور عمي. وفيها كثير تحديات. نعم ما شاء الله. ولكن التحديات ما تجي طال عمرك إلا للفائدة. إيه نعم صدق. إيه نعم. مع مرور الوقت طبعا احنا اكتسبنا خبرة من الوالد جزاه الله خير، هو الحين ما موجود تحضر لملائكته. الحمد. اكتسبنا خبرة، الوالد يشتغل في العسل من 40 سنة. ما شاء الله. فاحنا جينا الحمد لله الطريق ممهد من بعد تعب ابوي الله يحفظه ويطول في عمره. نعم امين. هي نعم. من بعض الامور السنة شوية كان عندنا واجهنا صعوبة في انتاج العسل. يعني كان شوية الموسم تعبان عندنا في الولاية، لكن الحمد لله فضل الله وقدر الله مطاع. الحمد لله. الحمد لله. ما الرسالة التي تقدمها لمن يعني يتجه مثل هذا الاتجاه؟ نعم. رسالتك. أسألتي؟ رسالتك ونصيحتك. رسالتي أنا أوجه الشباب العماني أنهم دائما يكونوا حريصين على العسل العماني. بالنسبة أنا كنحال أنا أتكلم من هذا المنبر أنهم يكونوا حريصين أنهم يهتموا بالمنتج هذا. جميل. وأنهم يهتموا بالنحل العماني. ما شاء لأن الله. هذا ذكر في القرآن. صدق. هي نعم. ما الذي ميز برنامج هذا العام أو الاحتفالية هذا العام؟ ما الذي ميزها؟ ميزها طال عمرك أول شيء الحضور من الدول المجاورة والحضور من الولايات المجاورة جزاهم الله خير. نعم. وانت مثل ما تشوف ما شاء الله عدد كبير من الزوار الحمد لله. الحمد لله. طبعا كان هذه النسخة الثالثة الحمد لله رب العالمين. نعم. كل سنة جزاهم الله خير اللجنة المنظمة من بنقول احنا من نقطة لتطور إلى نقطة ثانية. نعم. وان شاء الله من الى تطور وتطور باذن الله ان شاء الله. ماشي. خسائر ولا لا؟ الحمد لله. الخسائر يعني. الحمد لله. خسائر في الامور التجاريه وكذا كيف؟ الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد والشكر. اقبال جيد. الله يوفقك ان شاء الله. امين جميعا. جزاك الله خير. خير. احسنت يا عم.